السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا إن شاء الله. وكبداية أعزائي المشاهدين، فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا بعد الهاتريك الذي قدمه سعيد بن رحمون نجم دولي المنتخب الوطني الجزائري وأيضا لاعب برينتفورد الذي يتمركز في درجة الشامبيونشيب، والذي صراحة كل عشاق والكرة المستديرة يقولون أن هذا اللاعب يستحق أن يكون من الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يجب عليه البقاء في الشامبيونشيب. فبطبيعة الحال إذا بقي نادي برينتفورد على هذا المنوال إن شاء الله سيصعد إلى درجة الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل القريب، وبذلك بنتائجه الكبيرة والتي أصبح يحققها مع يعني لاعبيه وخاصة من بينهم النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الذي سجل هاتريك. وبحديثنا أعزائي المشاهدين عن الهاتريك الذي سجله سعيد بن رحمة، فلدينا خبر مميز جدا عن سعيد بن رحمة وهذا الهاتريك الذي سجله، حيث كما تعلمون أعزائي المشاهدين هنالك موقع اسمه أوبتا، وهو هذا الموقع متخصص لإحصائيات كرة القدم، كل ما هي كبيرة وصغيرة يأتي لنا هذا الموقع بتحليلها تحليل مكثف. حيث قالت أعزائي المشاهدين أن موقع أوبتا أن الهاتريك الثالث للاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الذي بصراحة يطلق عليه رياض محرز الجديد وأيضا ليونال ميسي الجديد وأيضا حتى هازارد الجديد، فهذا يقدم مستويات كبيرة ولديه ألقاب عديدة. وكما قلت لكم لم يحقق هذا الرقم الذي حققه سعيد بن رحمة إلا سيرخيو أغويرو الذي سجل هاتريك 4 مرات منذ بداية الموسم الماضي. فكما تشاهدون أعزائي المشاهدين ها هي تغريدة أوبدا على حسابها الرسمي في تويتر قائلة لنا باللغة العربية: فاز برينتفورد ب5 مباريات متتالية في أعلى 4 مستويات في إنجلترا دون أن يتلقى أي هدف لأول مرة في تاريخه. صراحة لم يتلقى النادي برينتفورد لأكثر من 5 مباريات متتالية ولا هدف في شباكه، وهذا حدث لأول مرة في تاريخ هذا النادي. وقالت أيضا: في حين أن سيرخيو أغويرو الذي هو الوحيد الذي سجل هاتريك أي ثلاثيات أهداف في 4 مستويات في إنجلترا وحقق يعني 4 هاتريك في الموسم الماضي منذ سنة 2018 إلى سنتنا هذه حقق وسجل 4 هاتريكات. أما اللاعب الثاني هو النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الذي هو أيضا أعزائي المشاهدين وصل إلى الرقم 3 أي سجل 3 هاتريكات، وهذه تبقى مطاردة بين النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لسيرخيو أغويرو أن يحقق ويحطم الرقم الذي حطمه سيرخيو أغويرو هذا الموسم والموسم الفارط. فكما تشاهدون أيضا أعزائي المشاهدين ها هنا تظهر لكم أمام الشاشة الهاتريكات التي سجلها سيرخيو أغويرو سنة 2018 وأيضا إلى يومنا هذا لديه 4 هاتريكات. أما بالنسبة للنجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فقد سجل 3 هاتريكات. فبطبيعة الحال بإصابة سيرخيو أغويرو أعتقد ومتيقن أن سعيد بن رحمة يستطيع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها سيرخيو أغويرو، وذلك عن طريق الهاتريكات، حيث مثلما أشارت لنا هذه الصحيفة ومثلما أشارت لنا هذا الموقع المتخصص في جلب يعني كل ما هي كبيرة وصغيرة وإحصائيات كرة القدم. فهل يا ترى أعزائي المشاهدين بعد إصابة سيرخيو أغويرو ويعني سيغيب إلى نهاية هذا الموسم وسيلعب في بداية الموسم القادم إن شاء الله وذلك بداعي الإصابة، هل تعتقدون أن نجمنا الدولي الجزائري سعيد بن رحمة سيتحصل وسيتفوق وسيحطم الرقم القياسي ويصل إلى 4 هاتريكات هذا الموسم ويتفوق على سيرخيو أغويرو؟ طبعا أعزائي المشاهدين هذا هو سؤال الحلقة، فقط أعلمونا بإجاباتكم في صندوق التعليقات. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.